تأهل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم باء إلى المباراة النهائية في دورة الألعاب الأولمبية الخليجية الأولى بعد فوزه اليوم على نظيره القطري بهدفين نظيفين سجلهما المهاجم ربيع السفياني. وصعد الأخضر السعودي للمواجهة الختامية أمام البحرين مستضيف البطولة الذي تغلب على نظيره الإماراتي بأربعة أهداف مقابل هدفين. اكتفى البلجيكي ديمتري مدرب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم بحصة تدريبية واحدة قبل المغادرة إلى كوريا الجنوبية من أجل خوض مواجهة سون سامسونج الكوري الجنوبي في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا بعد أن خسر موقعة الذهاب بثلاثة أهداف مقابل هدفين. ولا يزال ديمتري ينتظر ما تسفر عنه التقارير الطبية للاعب فريقه خاصة الجزائري عبد الملك زياية الذي أصيب في المواجهة الماضية. يذكر أن اللواء محمد بن داخل الجهني رئيس نادي الاتحاد لم يتمكن من رئاسة البعثة المغادرة إلى كوريا الجنوبية لتلقيه واجب العزاء في وفاة والدته. تنتظر جماهير نادي الهلال إعلان إدارة ناديها حول آخر ما توصلت إليه مع مدافع فريقها الأول لكرة القدم الدولي أسامة هوساوي بخصوص مفاوضات التجديد بعد التأكيدات السابقة بأن الحسم النهائي لمفاوضات هوساوي سيكون بعد مواجهة الفريق مع القادسية. وتطمح جماهير الهلال إلى أن يأتيها الخبر السار من الإدارة بخصوص نجم فريقها هوساوي الذي أبدى رغبة جادة في الاحتراف بالملاعب الأوروبية. أعلن الروماني فلورين موتورك مدرب فريق التعاون الأول لكرة القدم خوضه مواجهة الأنصار غدا بالتشكيلة نفسها التي خاض بها اللقاء الماضي مع تغيير لاعب واحد فقط، مشيرا إلى أن أغلب الفرق تغير في طريقة اللعب وليس في الأسماء، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم بالنادي. وطلب موتروك جماهير التعاون بمؤازرة فريقها في اللقاء الذي استعدوا له بشكل جيد، موضحا أنه تابع فريق الأنصار خلال مواجهاته السابقة ودون العديد من الملاحظات الهامة حول نقاط الضعف والقوة في الفريق، وأبدى سعادته الكبيرة بعودة اللاعب السوري عبد الرزاق الحسين رغم اعترافه بتأثر الفريق بغياب فهد ثنيان وبدر الخميس، مشيرا إلى أن الحلول الهجومية قليلة في التعاون. اعتمدت إدارة شؤون المنتخبات الوطنية لكرة القدم البرنامج الإعدادي للمنتخب السعودي لكرة القدم لدرجة الشباب من مواليد 1995، والذي سيبدأ بمعسكر إعدادي في مقر المعسكرات الدائم باستاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض خلال الفترة من 29 من أكتوبر الجاري إلى 5 من نوفمبر المقبل، وذلك بهدف اكتشاف اللاعبين. وتميزت قائمة اللاعبين المختارين بضمها لعدد كبير من لاعبي أندية الظل، حيث ضمت كل من علي يحيى النهضة، مصطفى الموسوي الخليج، طلال الحربي الثقبة، عبد الحميد الرشيدي، وحسن نجعي رأس النورة، سطام البشري، إبراهيم الشهوان، أحمد مشوح الرائد، صالح الصقعبي، محمد العبيد العربي، إسماعيل الضيف الله الأخدود، خالد الزهراني، فيصل المالكي، ووائل إبراهيم، وخالد المالكي، وإبراهيم إبراهيم من حراء، عامر جابر، أبها، خالد المدخلي الوطني، نيف الحازمي، عبدالله العنزي، عرعر، محمد مرزوق العروبة، ضويح السهلي، محمد السهلي الفيحاء، صالح المواجد، حمد المواجد نجد، عبد العزيز الهزازي الشعلة، علي العنبر الكوكب، حمد العقيلي الأنوار، حسن الدوسري، حسن النويسر الفتح، هشام الدريع هجر، مرتضى الخلف العدالة، عبد العزيز المواجد الجيل، زكريا الطيان الشروق.